وينضم إلينا الآن من دبي رائد حامد الخضر، كبير الاستراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. يعني شهدنا يوم أمس يوم الجمعة الإغلاقات الحمراء من بعد بيانات الوظائف القطاع الخاص غير الزراعي التي فاجأت الأسواق وجاءت بأكثر من التوقعات. برأيك هذه إشارة إلى استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية، وكيف ستكون انعكاساتها أيضا على تحركات الدولار؟ تماما سالي وطيب، يعني كانت تداولات يوم الجمعة تداولات حمراء لكل شيء إلا الدولار الأمريكي الذي ارتفع ومن أدنى مستوياته في 10 أشهر تقريبا عاد للارتفاعات بشكل واضح. هذا الأداء جاء على خلفية بيانات 3 أضعاف التوقعات، بيانات ممتازة وإيجابية جدا من سوق العمل الأمريكي، ولكن يعني بصياغة أخرى إن نظرنا إلى هذه البيانات حقيقة لما يكون سوق العمل أداء جيد وإيجابي فهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص سوف يستهلكون أكثر، سوف يسببون ارتفاع بأسعار السلع ونتيجة طلبهم للمواصلات، نتيجة طلبهم للتنقل للاستهلاك وإلى ما إلى ذلك، بالتالي سوف يضغط ذلك بشكل غير مباشر على مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، وممكن يساعد على دفع أسعار يعني الأسعار المستهلكين بشكل الصاعد، وهذا ما يريده الفيدرالي الأمريكي. وهنا إذا تذكرنا حديث جيروم باول أن بطء سوق العمل ممكن أن يساهم في عملية استقرار أسعار الفائدة وعدم رفع التكاليف بشكل كبير. ما رأيناه يوم الجمعة كان يعني مخالف لما كانت تتوقعه الأسواق بشكل كبير جدا، سبب قوة مبالغ فيها للدولار الأمريكي، لأنه ضمنيا إذا التضخم راح يرتفع فبالتالي الفيدرالي ممكن أن يواصل رفعات أسعار الفائدة بشكل أكبر في الفترة القادمة. هذا يعني لب تحليل الوضع الذي كان فيه السوق يوم الجمعة. نعم رائد، لا شك في أننا وأنتم بالطبع تتابع تحركات البنوك المركزية وهي تعمد لرفع مستويات الفائدة حتى تكبح جماح التضخم، لكن يبدو أن تراجع التضخم لم يكبح جماح البنوك من شهيتها في مزيد من الرفع، وهي ترى أن ذلك حاجة ملحة رغم هذا التراجع في نسب الفائدة وإن كان بوتيرة أقل. برأيك ما هي الذروة التي تستهدفها البنوك؟ يعني كان من المنطقي جدا أنه مثلا على سبيل المثال الفيدرالي الأمريكي يستهدف مستويات قريبة من 5% ويستقر هناك، وممكن يبحث عن تقليصات بأسعار الفائدة، على عكس المركزي الأوروبي في الوقت الحالي يواصل تشديد سياسة نقدية وهو عند تقريبا 3%. مستهدفاته أو ذروته أعتقد بعيدة بعض الشيء، لأنهم يستهدفون تشديد أكبر في السياسة النقدية، يريدون بطريقة غير مباشرة أن يكون التضخم عودته سريعة جدا إلى مستويات 2% أو 2.5%، وذلك وإن كان على حساب النمو الاقتصادي، لأنه الضرر الكبير من التضخم المرتفع يعني هو خارج عن السياسات المالية والنقدية داخل المنطقة الأوروبية، وإنما كان مستورد من الخارج وهو عن طريق ارتفاع في أسعار الطاقة والوقود ونتيجة التوترات التي أصابت المنطقة الأوروبية. بالتالي هم مضطرون إلى تشديد السياسة النقدية ورفع تكلفة الاقتراض والديون بشكل عام حتى يكون هناك كبح لأسعار المستهلكين ولا تخرج بشكل كبير عن السيطرة، ويوجد تفاعل، ولكن أعتقد المركز الأوروبي رسالته واضحة جدا أن هناك مزيد من الرفعات. المركز البريطاني أعتقد أيضا اقترب بشكل كبير من عملية انتهاء تشديد في السياسة النقدية على الرغم أن التضخم لا يزال بعيد، ولكن إذا نظرنا إلى معطيات الاقتصاد الجزئي في المملكة المتحدة نلاحظ أن الوضع ليس بالسوء الكبير. الناتج المحلي الإجمالي لا زال ينمو وأفضل من التوقعات، وقرابة 3% كانت على الربع الرابع، مبيعات التجزئة كانت كذلك الأمر إيجابية، فذلك يعطي أريحية بعض الشيء للمركزي البريطاني أن
لا يتجه بشكل تشديد السياسة النفطية بشكل كبير. نعم رائد، يعني تابعنا أيضا بيانات النشاط التجاري من منطقة اليورو اللي سجل نمو أيضا في يناير للمرة الأولى في 6 أشهر، وأيضا عن نشاط قطاع الخدمات اللي سجل أيضا نمو عن مستوى 50 نقطة. برأيك كيف انعكاساته عم بتكون على عوائد السندات بالنسبة لأجل عامين، خاصة من بعد بيانات الوظائف التي كان كمان انعكاسها واضح سواء على الأسواق وأيضا على عوائد السندات؟ يعني بالنسبة لموضوع عوائد السندات، أعتقد العملية كانت واضحة عن نتيجة العزوف أو عدم الإقبال على السندات، سبب ذلك ارتفاع واضح بعوائد هذه السندات في الفترة الماضية. العزوف كان نتيجة عن رغبة باتخاذ أو أصول ذات مخاطرة أعلى في الأسواق، بشكل أو بآخر كان هناك عدم توجه نحو سوق السندات بشكل واضح. وأعتقد العملية أنه هناك عدم وضوح وعدم يقين، ولكن مع ذلك في رغبة بالمخاطرة، لأنه في بشكل واضح عندي العوائد اللي عم تتحقق من الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطرة المرتفعة عم بتكون تميل بشكل كبير جدا إلى تغطية أي خطر ممكن يحصل عليه من خلال ركنها في أموال نوعا ما أو استثمارات ذات مخاطرة منخفضة، ولكن أيضا هذه الاستثمارات معرضة بشكل كبير أن يكون في عندها يعني خطر، لأنه نحن عم نوصل إلى تغير كبير في السياسات النقدية، وممكن ذلك أن يؤثر على أداء الاقتصاد بشكل عام. نعم رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.